لماذا تنصحون من يتجمعون عند المساجد قبل صلاتي المغرب أو العشاء حتى تقام الصلاة ثم يدخل المسجد؟ هذا تفريط في الأجر، كان الذي يستحب لهم أنهم يدخلون في المسجد ويصلون ويدعون الله ويقرؤون القرآن حتى تقام الصلاة، على يعني ليحوز على انتظار الصلاة، والذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي له الأجر كالمصلي، فعليهم أنهم يبادرون بالدخول ويجلسون في المسجد وينتظرون الصلاة ليحصلوا على هذا الأجر العظيم.